مساكم الله بالخير. ضيف الحلقة اليوم هو إعلامي ومذيع كويتي شاب، شفناه من خلال برنامج رأيكم شباب، لكن فجأة اختفى. ناس يقولون استقال وناس يقولون تفنش، كل هالأمور راح نعرفها بعد شوي. لكن وزيدكم الشعر بيت يقولون إن لا علاقة مع الإعلامية، حلم أبوله بعد شوي. ضيفي الإعلامي والمذيع الكويتي أحمد مال الله. أحمد مال الله، مساء الخير وحياك الله معي في الصميم. مساء النور يا فيصل، وتشرف وأن أكون وياك اليوم في اللقاء. اللقاء راح يكون غير هالمرة أكيد، لأن مختلف بعد قطعة طويلة. نعم نعم. ودي أسألك قبل هذا، صدق كنت بتكنسل اللقاء عشان طلعت لك نفرة بوجهي هذه؟ إيه. لا هاي طوالك شفتها تكبر، قلت لها كبرت؟ لا ما راح اطلع، لانها مزعجه فتوقعت انها تكبر. بعدين شيء كان واحد من الاحتمالات ان انا اجل الموضوع، اذا كبرت بعد شكلها قدام الشاشه راح يكون غلط. الله يشافيك ان شاء الله وما تكبر. أيه في البدايه اقول لك، وينك غايب عن الظهور الاعلامي؟ مختفي غير موجود بعد تركك قناه الرعد. تقريبا نقدر نقول سنتين وشهرين. نعم. هي القطع اللي صارت من 2015، نهايه 2015 كانت استقالتي، تعتبر الاول 2016. ويني موجود. نعم. كنت وايد متخوف ان اتخذ خطوه وترجعني لورا. يعني اليوم في قناه الراي اتشرف ان انا كنت في هذه القناه، وهي اللي ولدت الجانب الاعلامي اللي فيني. فوايد خوف، خصوصا الاعلام ما هو الاعلام اللي قبل. نعم. فوايد خوف ان انا اخطي خطوه ترجعني ورا ما توديني قدام. نعم. طيب اليوم احمد، ودي ادش معك في تفاصيل اكثر. قلت اليوم استقاله، مع ان اليوم تداول الموضوع إنه تفنيش ما هو استقالة، وخصوصا أن قناة الراي لها الاحترام والتقدير وايد عندها هذا الأمر، وهي الاستغناء عن الموظفين. شوف، أول شيء قناة الراي ما أقدر أقول عنها إلا كل خير، لأن قناة يعني فرشت لي كل شيء. بس إذا ما أقول لك هالمقدمات الزايدة، لها احترامها وتقديرها ومكانتها الإعلامية الزبدة. نعم. إن ما تم تجديد العقد. العقد أساسا سنوي. سنة. كان يتجدد تلقائيا. نعم. إلا بإرادة أحد الأطراف. لما اليوم قبل تجديد هذا العقد السنة 2016 يصير في اجتماع وأن يتم الاستغناء عن خدماتك، يمكن بالقول اللفظي تقول لا هذا تفنيش، ولكن إذا تفنيش كأنك قاعد تقول مطرود. لو مطرود ما أجبر أن أنا أقدم استقالة أو شيء، اضطر ممكن صح يجبروني ان انا اقدم استقاله في حاله ان انت مثلا مفنش. نعم. انك تنطرد. بس اذا انت اليوم في الملعب سويت غلط تنطرد. نعم. مو بتجديد العقد انك انت ما جددت العقد وياهم خلاص. نعم. نكتفي لهذا. نعم. الحد وخلاص. نعم. طيب في مشكله رئيسيه مع مديره البرامج بصراحه. احمد، دام قلت مديره البرامج. نعم. وجه لها تحيه طبعا استاذه امل، مسي عليها بالخير. طبعا هي من الناس اللي يمكن كانت توجهني في البدايه، وهي يمكن اكتشفت فينا امور اثناء التقديم. لها الاحترام والتقدير، ولكن يمكن هي الحجة اللي وصلتني في مسألة عدم الاستكمال في قناة الراي، مع أن أنا كنت مقبل على وعود في عام 2016 ببرامج أخرى. فما أعتقد أن المسألة كانت واضحة في مسألة أنت ليش ما تم الاستكمال. إذا يقول لك مثلا على سبيل المثال هو قصور، إذا القصور وين في التقديم ولا قصور آخر؟ إذا كان القصور آخر فهو مو صحيح، إذا كان القصور في التقديم الكل ممكن يحكم إذا في شيء كان في قصور ولا لا. ما رديت عليه، في مشكلة مع مديرة البرامج ولا لا؟ اختلاف، ما قد ما يكون مشكلة. نعم. الاختلاف مو خلاف. أنا مختلف معاها في شيء فما كملنا، ولكن قد الناس ينظر لأنه هو خلاف، ولكن أنا كلها الاحترام والتقدير. وبعد هالموضوع صار بيننا اتصال وصار لقى بين إيفنتات، ما لو كان في خلاف كان صديت عنها يعني. طيب يوم عبد الله مال الله شقيقك معك في هذه القناة، ما كان له دور في هذا الموضوع؟ قعدت معاه قال لك رايه اثناك عن شيء؟ تدخل في هذه القصه، في قصه اليوم ابتعادك عن قناه الراي او تقديم الاستقاله كما تزعم؟ لا هي شوف، مو ان انت قصدك بس ان هو كان له دور في ان انا استقيل؟ لا مو انه دور، انك انت اخذت رايه قبل لا تخطي هذه الخطوه. لا لا لا، هو كان انا كنت شبه مجبر يعني. لما انا انه خلاص انا الوضع اللي حطوني فيه راح استقيل. نعم. الوضع اللي كنت فيه خلاص انا مستقيل، او بالاحرى اذا ما استقلت راح نضطر نمشي من الاخر يعني. يعني اليوم مو خيار اوبشن. نعم. ولكن الموقف اللي صار اتحفظ في امور شويه عمليه. نعم. الموقف اللي صار انا خياري هذا، ما راح اقدر اكون خيار. كان عندي خيارات ان انا الجا لامور اخرى، ان انا ممكن ارجع ما استقيل. انا اليوم بعطيك شغله اهم، مسمى جديد غير اللي قلناه. احنا قلنا يا استقاله يا تفنيش، بس اليوم اللي احسه منك كان تطفيش.
يمكن يمكن انا اشوف انا اتكلم صراحه يمكن نعم. انا اتكلم عن نفسي في هذا الراي واحنا كنا نامل فيها صراحه يعني انها كانت تصير كنا نجتهد بعض الوقت نكون ضعاف بعض الوقت هذا قد يحصل بس لما تكون انت تتكسر مجاديفك بملعبك وايد تعور اليوم المجاديف اليوم تكسرت خلتك اليوم تشتغل مراسل في قناه الكاس من مذيع في برنامج موجود ولا مشاهدين والبرنامج هذا يمكن صار له اكثر من 10 سنين تناوبوا عليه الكثير من المذيعين وكانت بدايه كثير من المذيعين انطلاقتهم صح اليوم قاعد نشوف احمد من مذيع متميز في برنامج متميز الى مراسل في قناه الكاس القناه متميزه اكيد طبعا. برامجها متميزه أكيد. ويشهد عليها مشاهدتها من الكل واحنا نحترم المراسل ولكن اليوم ماكو مذيع طبعاً. ينزل طبعاً. الى انما تقول مساعد مخرج ومخرج اكيد هذا الفرق اكيد خل اقول لك مساله قناه الكاس طبعا وجه لادارتهم العاملين اللي تعاملت معاهم طبعا تشرفت جدا في التعامل في فتره خليجي 23 مساله ان انا كنت مراسل انا ما كنت بس مراسل احنا طبيعي احنا راح ننقل الى الدوحه بث فمن الطبيعي ان كل المذيعين اللي هناك اصبحوا مراسلين اللهم خالد جاسر وجلت هي طبعا كان عنده برنامج استديو في في احد الفنادق اللي كان فيها الاستديوهات فلذلك في برامج انا كنت فيها مذيع وليس مراسل برنامج انا ومذيع اخر برنامج فضفض كنا احنا مذيعين في البرنامج ما كنا مراسلين ولكن في ارضيه الملعب ففي بعض البرامج كنت مراسل في برامج معينه نقلا حتى في الراي في الفتره اللي طافت لما يكون مثلا في برنامج معين في نقل ممكن انا برايكم شباب اكون في احد الاماكن ياخذوني كراسل الوظيفه ما تماسك شويه تختلف عن اللي كنت فيه في خليج 23 فيها بالعكس واصلا متعبه اكثر من انك انت اليوم تقعد وتحاور ضيف او انك تتناقش وياه مسؤوليه تكون اكبر ضغط يكون اكثر تعاملك مع مجموعه من الناس بالعكس انا بالنسبه لي الخطوه هذه زادتني طيب اليوم كم شفت رده الفعل من الجمهور السعودي تحديدا وانت تعمل في قناه قطريه وتعرف اليوم المشكله الخليجيه وانت لك جمهور كبير جدا في المملكه العربيه السعوديه اهل المملكه تاج على راس الكل نعم ولما تقول المملكه قاعد تقول الكويت فمستحيل وهذه من الاستحاله مو عشان شيء ولا هو تكسب ان انا ممكن اضر طرف بايد واحده اليوم الخليج احنا ايد واحده ان شاء الله ترجع على زمان الامور مثل أكيد. ما هم يحترمون قياداتهم الحكيمه القرارات انا احترم قياده الحكيمه المتمثله بصاحب السمو امير البلاد حفظ الله ان انا محايد وقاعد اوصل رساله رياضيه انت ليش تجبرني متقع من السياسه بالموضوع ليش تجبر هالمواضيع اليوم في ناس متزوجه من هني ومن هني ونكل لهم كل احترام ولكن مساله انه صارت رده فعل بعض والله الامانه اللي دشوا عليه حتى في السوشيال ميديا ما كانت انتقاد ساخر كان من باب معرفه يبون توضيح انت هل جانب سياسي ولا بس رياضي فانا وضحت النقطه في اول يوم بالليل لانه وصلتني رده فعل مصدومه ان كنت انا حاط قناه الكاس كلوجو كاتب قريبا قبلها بيومين فالناس تفاجات لما شافت ان انا هناك كانت هذه الاسئله إن انت شنو مع من واقف قاعد تستفزنا قلت والله ما قاعد استفز احد لا حد يعقب بالسياسه المساله بكل بساطه محايده ونقل رساله اعلاميه من جانب رياضي طيب اليوم ما حسيت انك دخلت نفسك بمعمعه؟ بلا شوي نعم هو الامانه يعني انا ما هذا واقع اكيد هذا واقع اليوم في وايد مواقف قاعد نشوفها اصلا في الكويت من مجموعه اذاعيه سواء في اليوتيوب ولا غيره صار لهم ضرر لانهم هم كانوا متواجدين في قطر وراحوا لاحد الدول اللي ان شاء الله ما يكون هناك خلاف اصلا اكيد طبعا فهو في تخوف وان شاء الله يا رب ما يكون في مشاكل بالمستقبل وتنحل الامور ويا رب ان حتى اذا انا كان عندي قرار في الدوحه ما ياثر علي لان بالنهايه انا بكفه واحده يعني بنتقل معاك من المعمعه الى معمعه ثانيه اخرى وهو الحفل اللي صار في الكويت من فتره محمد الشحي عبد العزيز لويس وكان هناك اعتذار محمد القطان كونك انت كنت من احد الاداريين او كنت منتج هذا العمل هذا الموضوع قد لغط كثير في وسائل التواصل الاجتماعي ناس زعلت ناس قالت ليش كذي جمهور خذ بخاطره ناس يقول لك ما استلمت فلوسي اللي اعطاني الفلوس اخذت فلوسك ولا ما حتى انا ما اخذت فلوسي بعد اي والله لا. انا خل اقول لك شنو صفتي كانت في حلو في اليوم هذا احنا كان في اتفاق مع الجهه المتعهده للحفل كجانب اداري اساسا انا عندي بزنس خاص ولا علاقه بالمعارض والايفنتات وهالامور كان لي ايد في جانب الاداره الانتاج وركت حلقه وصل بيني وبين كذا مغني في التعاقد معاهم وانا كنت الطرف اللي انا وقع عقودهم حتى في كلام مكتبي وكنت مذيع وقدمت تقريبا ثلاث وصلات سواء حفله كامله او كانت على مترتبه على شو وتقديم وغيره فانا قدمت كذا يوم انا حمد اوجه له تحيه حمد القطان
قبل ما اخذ في المساله العمليه حمد اخوي. نعم. فانا ليش احطه هو ولا احط نفسي في موقف محرج يا وانا وصلني خبر. نعم. الميزانيه ما في. كانوا في توقع ان هم مدخول للعلم. انا كنت طالب. نعم. من الجهه المنافسه انها تنسحب. وصار في اتصال مع الزميله الاعلاميه القديره بالنسبه لي استاذه امانه الايمان نجم. صار في اتصال وهي كانت احد المرشحين والمفروض اساسا متفقين وياها هم مو انا. بالاتفاق وانه ما سلموا شيء وحطوا الصور وباشر وتغيير وتعديل. قلت لها يعني انا بالعكس انا الودي اذا انا اللي صرف الانتاج. وقالت بالعكس هذا شيء حلو دعم الشباب وجانب غنائي بس الجانب الانتاجي اذا صار في ضعف هو مو كله تحت ادارتي. انا سويت اللي علي وحتى انا ظلمت ماديا ولكن انا هم اذا كان هو الجانب المتعهد صديق لي فانا ما تجنبت الجانب القضائي. طيب اليوم انت احمد قبل لا تدش في تفاصيل وانت توقع العقود تعرف اليوم في مشكله انتاجيه وماديه بالعمل؟ لا انا ما كنت اعلم وللعلم اول ما كان الموضوع فيه تحاور واتصال واجتماعات قبل تنسيق هذا الموضوع وقالوا لنا احنا نبيك في عدد معين من الايام لتقديم هذا الايفنت وايضا مشاركه في الجانب الاداري. ما كنت تدري انه ماكو بجت بس اليوم يعني الوضع اللي حصل ترى اليوم اتهموك في هذا الشيء قالوا ان انت السبب وانت منتج هذا الحفل. لا انا صرحت. وبالعكس في اكونتات انا ما راح اذكر اسم الشخص ولكن المتعهد كلهم عارفينه منه. انا كنت في وصله انتاجيه ما بين احد المغنيين وصرحت بسناب حمد القطان في مسألة ليش أنا سحبت حمد القطان لأنه هو ما راح يستلم فلوسه كاملة اللي قبل الستيج. أنا واصلني خبر الموضوع لأنه ما في مدخول وللعلم حتى المتعهد مسكين تضرر أنه ما بيقول كلمة تنباك ولكن تنباك باكنا أقول ما كانت بيدنا. لا هل الأمر يا موصل القضايا وبحاكم؟ لا أنا بالنسبة لي حل ودي مع الناس. أنا ما مع حمد القطان. نعم. إحنا التزمنا بسحب حمد القطان قبل ما نتضرر في الموضوع لأن كان اتفاق في اخر الايام. بس ان اتجه للقضايا انا ما اتجهت للقضايا ما اعلم زملائي وكذي ولكن انا بالنسبه لي اخر من اتجه للقضايا. طيب ايش علاقتك مع حليمه بولند؟ هالايام يقول لك متقرب منها وايد. هالايام؟ ايه انا هالايام ما ادري عنها. طبعا اوجه لها تحيه حليمه الاعلاميه الجميله والخلوقه والمتواضعه اللي يمكن الكل ما اقول الكل ما ينفع نجمع البعض اللي ممكن يقولون كثير جدل وهذا ولكن واقعيا حليمه دش لك القلب وتواضعها واخلاقها وما تنسى انه اذا كان في تقديم معين او رساله معينه ما كانت تعجب الناس بالواقع مختلفه تماما. شنو علاقتي مع حليمه صديقه وعزيزه علي وجودي معها معرفه وكان في خطوه ممكن مقبله في الجانب الاعلامي ولكن ما صار فيها حوار جدي او سيريس انه نتخذ هذه الخطوه وكلها الاحترام والتقدير. يعني هناك من وصف ان العلاقه مو جانب عملي جانب اخر ولا هناك وصف ان يوم كنت تتقرب منها لشهرتها العاليه في جانب ان انا اتكسب. صدقني ذكرها هو مكسب. الحين احنا في البرنامج زي ما قاعد نذكر شيء هو مكسب حد ذاته. حليمه ما حد يختلف انها اشهر من نار على العالم في كل الدول العربيه بشكل عام. بس هو تكسب لا هو اصلا فيديو وين صورت للعلم. احنا لما نطلع ما صور انا. لو كان في هناك تكسب عدد المرات اللي كنت متواجد فيها وياك كان صورتك كل يوم. طلعت ان ترى تشوفوني ولا انا مع منو ولا هو يمكن فيديو او فيديو وين بس. يعني اليوم اللي صور مع حليمه خلاص يوصل الوطن العربي. مو انه يوصل ولكن راح يوصل انتشاره اكيد. احنا وصلنا الاخير بس عندي سؤال اسمه خط احمر. السؤال يكون دائما في نهايه الحلقه تقدر تشوفه حاليا على تليفونك اذا حاب تجاوب عليه جاوب واذا مو حاب اللي فيصل ما تجاوب. شوفه. ما بيرجع. سؤال خاص تقدر انت شايفه؟ اجابتي ما راح تكون لها معنى. وللعلم الكلام خطا. السؤال خطا، يعني في جزئيه خطا بس ما افضل يعني اجاوب. انت ما دام شايف ان السؤال خطا ليش ما تبي تتكلم عنه وتجاوب؟ لان في جانب من الخصوصيه واتوقع ما بي يصير اجابتي فيها تضرر لي ولا للطرف الاخر؟ الطرف الاخر. لا الاخر. وهذا احترم اجابتك بالنهايه هذا حقك. يطول لي عمرك. ساعة مباركة يا احمد. ساعتك مباركة وانا جدا سعيد ان انا كنت وياكم اليوم في اي تي في وفي الصميم وانت في الصميم وكل شيء. حبيبي الله يخليك يسلمك. تمسون على خير.